وبالتالي هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نعم. هي الحرية الفردية. البلاد اللي ما تحترمش الحرية الفردية ما يعتقدش أنها تقدر تمشي للأمام، لأن الجزائري يقول لك احنا من أجل الديمقراطية وكذا وكذا، غدوة لو كان واحد يعمل تصرف مثلا، نعطيكم مثال يعني واحد قالوا بأنه كلا رمضان نعم هما خارجين من أجل الديمقراطية ومن أجل الدفاع عن الحريات الفردية، ومن بعد واحد يأكل رمضان لا يتلان شيء، يعني مازال ما يفهموش بأن الحرية الفردية هي أساسية، هي أساسية، ولا يمكن باش نخلقوا واحد المواطن سليم إذا ما احترمناش الحرية الفردية.